أهلا بيكم. أكبر تحدي يواجه أي حكومة في الدنيا إيه هو؟ قلق الأمنية، أي حكومة تقول لك هسيطر عليها، هطلع ببيان سياسي، هنزل قوات أمن إلى آخره، عمليات إرهابية هنتعامل معها، اختطاف طائرة هنتعامل معها. إلا أن هناك تحدي كل حكومات الدنيا اتفقت أنه التحدي الأعظم اللي بيقابل أي حكومة وبيطير النوم من عينيها. التحدي ده هو الغلاء، ارتفاع الأسعار. ارتفاع أسعار السلع الأساسية للمواطن في أي دولة في العالم يطير النوم، زي ما بيطيروا من عين المواطن بيطيروا من عين المسؤول، ما يعرفش ينام. ما يعرفش ينام، لأن إلا لقمة العيش، إلا الغلا، أنزل لازم ألاقي أكلي موجود بأسعار تناسب اللي في جيبي. مش أكلمك على سيمون في مي، ولا أكلمك مش عارف عن بيض إيه وعيش إيه، لا، أنا أكلمك على حاجة واحدة، المام، الفول، الطعمية، البطاطس، شوية المكرونة، شوية الرز. دول لما بيرتفعوا الدنيا بتبوظ. الأسبوع اللي فات وجهت رسالة للحكومة وطلبت منها شوية حاجات تتعلق بتخفيف الأزمة عن المواطن، وقلت لحضراتكم هي الأزمة دولية؟ آه دولية. أزمة عالمية؟ آه. سببها الحرب الروسية الأوكرانية؟ آه. وكان سابقها تضخم دولي للأمانة يعني، لكن الحكومة تعمل إيه؟ هو ده السؤال. أنا كإعلامي قدمت تصور وقلت مش أنا الخبير ولا أنا العالم، لكن بتكلم كمواطن، وإن لازم في هذه التوقيتات الدولة بكل أجهزتها يتم استنفارها. عايز أقول لك مثلا رئيس الجمهورية التقى بمين أول اجتماعه؟ جاب رئيس المخابرات ووزير الداخلية ووزير التموين ورئيس الوزراء، جاب أعضاء حكومته، وجاب المسؤول عن الهيئة الوطنية التابعة للقوات المسلحة، جاب كل المسؤولين ايضا علشان يحل مشكله الغلاء. هتقعد بقى تطلع على المواطن تقول له ده غلاء عالمي، ده مش عالمي، انا ماليش فيه. والمواطن عنده اسئله بريئه مثلا، زي ازاي الدقيق لسه ما استوردناهوش، فرغيف العيش الحر يزيد 50%. في الاقتصاد في حاجه اسمها تكلفه الفرصه البديله، مش عايز ادوش دماغ، ان هو اوتوماتيك الاسعار بتزيد لما تزيد مع مستوياتها العالمية. لكن المواطن ملوش دعوة في الديلمة دي، هو عايز ياكل ويشرب، حده الأدنى من الحياة. الدولة استنفرت، والأسبوع اللي فات قلت اقتصار الحلول على يد وزارتي التموين والداخلية خطأ كبير. وللأمانة الدولة كأنها كانت تسمعني بكل أجهزتها، كل أجهزة الدولة استنفار، كل المحافظين، كل الوزراء، حتى ان رئيس الجمهورية قال له الحكومة حلولي مشكلة الرغيف الحر اللي هو ما ينفعش يزيد 50%. الرغيف الحر ده استهلاك الطبقة الوسطى بالكامل، اللي هي ما بتاخدش عيش مدعم، فلما تروح تلاقي العيش زاد 50% والعيال اللي راح المدرسة، ده مشكلة كبيرة جدا هيتم حلها. طن الدقيق بيوصل للرغيف للمخابز اللي بتعمل العيش الحر ب 11,000 جنيه، نزل ل 8.5، قرار من الدولة عشان العيش يبقى في متناول الناس. تكلفة تدفعها الدولة، ده دور الدولة. عبء عليها، طب هنعمل ايه؟ قضي الله وضع حكمته. بس هنا عايز اروح برضو للمواطن، يعني أتمنى وإحنا بنتعامل مع كافة السلع والخدمات اللي بنتناولها، خد فقط احتياجك. بنظرية كل حد ما تشبع، عايز تجيب 10 ترغيف من العيش الحر خد، بس تاكلهم بالكامل. ليه؟ لأن التكلفة دي عالية جدا على الموازنة العامة للدولة، لكن ما بقولكش ما تاخدش احتياجاتك. هيتم الأحد القادم تحديد تسعير للرغيف الحر. بس عايز أقول للدكتور علي مصلحي إن في مخابز كتيرة بتعمل بدون ترخيص، ودي مش هتبقى مسجلة في الوزارة،
ده اقتصاد سري، واحد واخد اوضه كده في بيت قديم وعامل على جواه فرن وبيجيب الدقيق من السوق ويبيع. ده هنوصل له ازاي؟ ده سؤال مهم، عشان بس الحكومه وهي بتعمل الخطط بتاعتها. الرئيس وجه بزياده اردب القمح 65 جنيه بما يوازي 2000 جنيه للفدان. احد الفلاحين كلمني النهارده قال لي وانت هتتكلم النهارده عن القمح؟ قلت له اه. قال لي طب انا عايز اقول لك حاجه تقولها للحكومه. قلت له قول. قال لي لما احنا بنورد القمح في الجمعيه الزراعيه بيجي تاجر كبير ياخد مننا القمح كله ويورده للجمعيه الزراعيه، الفلوس بتجينا بعد اسبوعين، لكن التاجر القطاع الخاص بيجي يوديني الفلوس وقتي، ياخد مني عدد اردب القمح بكام بكذا ويقبضني. الحكومه طمعانه تاخد القمح الخاص بتاعنا تقبضني وقتي. قلت له ازاي؟ قال لي يجي مندوب من الحكومه يبقى موجود جوه الجمعيه الزراعيه يوزن القمح ويدي للفلاح الفلوس. كده كل فلاحين مصر هتورد له القمح. انا دوري كمواطن وكاعلامي انقل للحكومه راي لاحد فلاحين مصر اللي هو لو سمحتم ما تخلوش التاجر اياه اللي يلم القمح ويورده للجمعيه والفلوس تيجي للفلاح بعديها باسبوعين، لا ده احنا داخلين على رمضان وعايزين فلوس. يبقى انا اناشد الحكومه وهي بتظبط خططها لمواجهه الغلاء شراء القمح كاش من الفلاح في نفس اللحظه اللي بياخد منه القمح. كمان عايز اشير الى الساده ميسور الحال، وزاره التموين طرحه كوبونات ب 20 جنيه و50 جنيه و100 جنيه. الكوبونات دي بتصرف من الجمعيات الاستهلاكيه ومنافذ بيع السلع التابعه لوزاره التموين. انت راجل ربنا كرمك عايز تكرم ناس بس مش عايز تديهم فلوس، عايز تديهم اكل، هتروح لوزاره التموين هقول لك على الاماكن تقول له اديني كوبونات 20 كوبون من ابو 50 جنيه وادي 1000. اي حد غلبان في الشارع تدي له الكوبون ابو 50، يروح اي جمعيه هياخد السلع الغذائيه. هتيجي تقول لي لا ما ممكن ياخد الكوبون يديه للموظف الكاشير يدي له فلوس، لا الوزير منبه ان الكوبونات دي ما ينفعش يتاخد قدامها فلوس، يتاخد قدامها سلع. يبقى كل الساده الميسوري الحال في بلدنا تستطيع ان تذهب الى منافذ محدده المصريه لتجاره الجمله تاخد بيها هذه الكوبونات. دي موجوده في شارع يوسف نجيب العتبه القاهره، الشركه العامه لتجاره الجمله شارع 26 يوليو القاهره 16 ب شين، النيل للمجمعات الاستهلاكيه 4 شارع محمود طلعت مدينه نصر، وفي الاسكندريه الاسكندريه للمجمعات الاستهلاكيه 54 و56 شارع محرم بيك. هنا لكل ميسور الحال، للي ربنا يعني موسع رزقه. يا عم ما تروحش تشتري اي حاجه، روح فقط خد الكوبونات ووزعها. طيب التموين كمان قررت تطرح كراتين رمضان، الشنط بتاعه رمضان اللي احنا بعض ميسور الحال يحبوا يوزعوها باسعار تبدا من 52 و95 جنيه و123 جنيه، متاحه في كافه المجمعات الاستهلاكيه، تقدر تشتريها وتوزع على الغلابه. كمان القوات المسلحه كعهدنا الدائم بها قررت طرح مليون كرتونه على بسطاء هذا الوطن اللي انا بسميهم اهل الفضل، مليون كرتونه مره واحده. وقررت طرح او تخفيض كافه اسعار السلع الاساسيه في كافه منافذ بيع القوات المسلحه. طبعا غير بقى مديريات التموين نازله الاسواق وشغاله الله ينور يعني، بس هل كل مفتش تموين هيبقى ضميره صاحي كده وهيطبق القانون، ولا لو حد غمزه بقرشين يفك؟ اتمنى يعني على الاقل الفتره دي كل مفتش تموين وكل واحد معاه ضبطيه يراعي ربنا في هذه الايام الصعبه. الاهم ان الرئيس السيسي اصدر اوامره للحكومه بان جميع السلع الاستراتيجيه
لازم يكون عندنا احتياطي منها يكفينا 6 شهور ايا كان السعر ايا كانت التكلفة. وفي اتصال دار بيني وبين معالي وزير المالية دكتور محمد معيط ابلغني ان تعليمات رئاسية صدرت للحكومة ولي هو فورا شراء السلع الاستراتيجية من الخارج ايا كان سعره. قلت له ليه اليومين دول ده الاسعار غالية؟ قال لي لا ما في مشكلة، وارد يبقى معاك الفلوس وما تلاقيش السلعة، وارد يبقى معاك الفلوس وما تلاقيش السلع. فاحنا بنأمن نفسينا لان الازمة دي مستمرة. في تقديرات سياسية بترى ان الازمة الروسية الاوكرانية من بعض المحللين السياسيين ولما اجي اتواصل معهم يقولوا لي لا دي قاعدة شويتين مش هتخلص بسرعة. معقولة؟ طب ايه الازمة يا اخوانا؟ طب قاعدة ليه؟ قال لك هو صراع ما بين روسيا واوروبا والمستفيد امريكا. يبقى ليس من مصلحة امريكا ايه؟ ان الامور تهدى. عايزة روسيا يتم استنزافها اقتصاديا واوروبا ايضا تعادي روسيا وتم استنزافها. ودي مصلحة لمين؟ لامريكا. تعالوا نطلع نشوف تقرير عملناه في المصرف افندي لمتابعة ما جرى في الاسواق خلال هذا الاسبوع. منافذ وزارة الزراعة اللي بتطرح السلع بتخفيض 25%. وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ما زالت تضخ المواد الغذائية والأساسية عبر منافذها المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية بأسعار أقل عن مثيلتها في الأسواق بنحو 20 إلى 25%. تبقى تتميز منافذ وزارة الزراعة بتوفر جميع المنتجات الغذائية من جميع الأصناف. عندنا اللحم البلدي، عندنا جميع أصناف البقالة، عندنا اللحوم المجمدة، عندنا الدواجن، عندنا الخضار والفاكهة. وخضار فاكهة دايما بيجي بصفة دايما على طول وبيبقى طازج وأسعاره كويسة جدا. عندنا عسل النحل وجميع مشتقاته، بتوفر جميع المنتجات الغذائية. عندك مثلا اللحمة البلدي سعرها 125 جنيه على جميع قطعات اللحوم البلدي من لحمة كندوز لكبدة الموزة العروق البوفتيك، كل ده سعر الكيلو بتاعه 125 جنيه، سعر ثابت مش متغير، وزي ما حضرتك شايف وهي 125 جنيه، وعلى إقبال الحمد لله من الجمهور وفي ثقة اللي في منافذ وزارة الزراعة. والله الحمد لله احنا بنوفر كافة السلع الموجودة في البلد بأسعار مخفضة بنسبة من حوالي من 20 لـ 25%. عندك الأسعار بتاعتها هتلاقي أقل من الأسعار اللي بره بكتير جدا. يعني عندك مثلا من أمثلة البرتقال عندي بـ6 جنيه، برتقال بصرة تمام بره بـ8 و9، تمام عندي طماطم بـ5 جنيه بره بـ6 و7. يعني أنا كل الأصناف بنزلها، عندي كوسة مثلا بـ7 بره تلاقي بـ10. ما زالت منافذ وزارة الزراعة تستقبل الجمهور والمواطنين الذين اعتادوا على الشراء من هذه المنافذ نظرا لانخفاض أسعارها وقوة جودتها. بصراحة اللي أنا شايفه فعلا الأسعار هنا كويسة جدا، يعني اللحمة هنا بـ125 تمام بلدي، بره بص عليها مثلا بـ170 180 عند التجار. الخضار هنا صابح كويس جدا، أنا ما بعملش دعاية ولا بعمل أي حاجة، بس يعني انا قليل جدا باجي نوض، بس بعدي على الاكشاك هنا عشان اجيب الحاجه صبحه. هنا بتبقى الحاجه ارخص وحلوه الحمد لله، يعني ما فيش اي حاجه كل المنافذ يعني اسعار لا كويسه، كويسه كتير عن بره، عن بره كتير قوي الحمد لله. يعني وزاره حاجات انا عامه صبحه ومضمونه عن حاجه الشارع بكتير، يعني الاسعار حلوه متناول الايد، يعني عن بره برده كويس مش وحش يعني. في منافذ أيضا للقوات المسلحة الأسعار فيها كويسة، ولسكان أكتوبر وزايد والهرم في منفذ كبير للقوات المسلحة موجود في حدائق أكتوبر، حدائق أكتوبر والأسعار فيها كويسة. طيب عايز أقول للحكومة أيضا أن مش كل المصريين ساكنين في القاهرة الكبرى، عايزين نروح أيضا لأهلينا في أقصى الصعيد، في حلايب وشلاتين، في سيناء، في أقصى الوجه البحري. عايز أيضا نروح للقرى، يعني نتمنى ده، نتمنى أيضا فكرة. طبعا أنا الحكومة عملت حاجة كويسة إنها خلت معارض أهل رمضان بدلا من يوم 24 قدمتها شوية ليوم 15. وأنا أيضا بناشد كل مواطن مصري مسلم هو حابب يقدم شنطة رمضان، طيب أنا هستسمحك
أخوك هنا في مصر يعني الدنيا صعبة الأسبوعين الجايين، طب إيه اللي يمنع أن أنت تطلع شنط رمضان بدري؟ ليه لازم في رمضان؟ أهلينا اللي بيطلعوا الزكاة في شهر رمضان بالقصد على أساس ياخدوا ثوابين، عايز أقول لك ده مش حقيقة، ورب رمضان هو رب بقية الشهور. أتمنى أن احنا نتكاتف كلنا مجتمع مدني، مواطنين، حكومة، عشان نواجه هذه الأزمة ونواجهها بوعي. وأيضا هركز على نقطة مهمة، السلع الغذائية ستظل متوافرة في بلدي بإذن الله دائما، ما فيش مواطن هينزل مش هيلاقي السلعة، فقط كل اللي أدعوه حاجة واحدة بس، احصل على حاجتك اللي انت عايزها بالظبط، بلاش التكالب والتخزين. هناك سيطرة، الحكومة عايزة تسيطر وبيد من حديد، والحكومة لحقت نفسها الأسبوع اللي فات، لأن لو ما كانتش عملت الاجتماعات دي الدنيا كانت هتبقى بايظة جدا يعني. طبعا موجة نتمنى أن احنا نتجاوزها بإذن الله. تعالوا نشوف تقرير أيضا عن مبادرة كلنا واحد، تقرير أعده المصري. رمضان، وبحب اطمن الشعب المصري السلع متوفره كتير، عندنا مخزون من السلع، وبطمنهم الاسعار بتنزل يوميا. احنا كان اول يوم امبارح في المبادره نزلنا بقوايم جديده نزول اسعار بسبب عرض الشركات علينا في نزول الاسعار. المنتجات بنوصل ل 70% خصومات، معانا نزول وصول في الخصومات ونزول اسعار ل 70%، من 40 سيادتك ل 70% في بعض السلع. الكميات موجوده كتير، عندنا كل حاجه تمام. الزيت عليه عروض، بيبيع زيت النهارده ب 20 جنيه بدل 25، بيبيعوا منتجات الصلصه بنص الثمن يعني 50%، بنبيع حاجات كتير مميزه، رز، مكرونه، سكر، دقيق، كله باسعار مخفضه. المبادره دي نزلت الاسعار نسبه 50-60% تقريبا، اللي مشتركه فيها سواء قطاع عام او قطاع خاص. طبعا كل الشكر للمجهودات الداخليه والجيش، ووزارة التموين برضو شغالة الحمد لله رب العالمين، يعني بنعمل أقصى ما في وسعنا إن كل حاجة توصل للمواطنين بالسعر الحلو. وبعدين المبادرة دي ما شاء الله في جميع محافظات الجمهورية، فطبعا ده إنجاز جميل يعني حلو. وزارة التموين إحنا كل العاملين عليها بنقوم بدور رقابي جميل جدا جدا علينا، يعني كل المفتشين بتوعنا في الأسواق مراقبة للأسعار، مراقبة للمخابز، مراقبة للمحلات كلها. فالحمد لله احنا عاملين انضباط، يعني عايز اقول لحضرتك بنسبة عالية. مبادرة السيد الرئيس الأسعار صراحة نص الثمن غير 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 المحلات، ونشكر سيادة الرئيس لأن دي حاجة يعني الواحد شاف الأسعار صراحة أحسن بكتير من برة. أنا جبت قمر الدين وتمر وزيت وسكر وصلصة، حاجات كتيرة بصراحة بنص التمن. اشتريت والله هنا لحمة وفراخ وفي ملتزمات رمضان كلها، والأسعار جميلة زي ما أنتم شايفين كده، وجبت قمر الدين وجبت صلصة وجبت زيت وسكر ورز ومكرونة وبلح. مبادرة كلنا واحد كويسة والله جميلة، يعني الأسعار كلها كويسة الحمد لله، ما فيش أسعار غالية وكل حاجة متوفرة، يعني كل حاجة موجودة وكل حاجة متوفرة والحمد لله رب العالمين. وبنشكر سعادة الرئيس على الدعم اللي بيدعمه للناس محدودة الدخل دي، وحاجة فوق الممتازة، ومحتاجين انها تستمر بصفة مستمرة. الأسعار كويسة طبعا بالنسبة للي بره، طبعا فرق 3 جنيه في الكيلو ده طبعا هتفرق معانا كتير جدا. بالنسبة للأسعار جميلة حلوة، أحسن حاجة إن المنتجات كويسة نظيفة حلوة، مش مثلا كسرة أو حاجة، لا حاجات كويسة صراحة. المشهد ده أتمنى أن يستمر، وإن ده ما تبقاش لفترة محدودة بسبب أزمة الغلاء واجتماعات السيد الرئيس والسيد رئيس الوزراء. لا، أنا عايز دايما
السلع متاحة، فيها إتاحة وبأسعار في متناول الناس. لكن وإحنا داخلين على شهر رمضان المعظم أكيد هيبقى في عزومات، أنت هتعزم حماتك، والدتك، إخواتك. اللجنة العليا للفيروسات بكلية طب التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتنبه على السادة المواطنين يا ريت نقلل التجمعات في شهر رمضان طبعا علشان كورونا، وبتقول يا ريت نقعد في أماكن مفتوحة، ما تبقاش الدعوة في أوضة مغلقة بقدر الإمكان. أيضا بتناشد السادة المعزومين لو أي حد معزوم حس بارتفاع درجة حرارة، برد، عطس، يا ريت يعتذر عن العزومة وما يروحش. واللجنة العليا للفيروسات آخر حاجة بتقول لحضرتك وانت رايح تعزم الناس، أهم حاجة تقول للمعزومين يكونوا متطعمين واخدين التطعيمين على الأقل بتوع كورونا. يعني انت ما تعزمش حد مش متطعم، مش عارف بقى الواحد هيعملها ازاي. يعني انا كل واحد هيجي لي البيت انا عازمه اقول له وريني شهادة التطعيم. بس ده عموما بقول لك الايه ما تقوله اللجنة العليا للفيروسات، وربنا يعدي شهر رمضان على خير بإذن الله. وتعالوا بقى نروح لحاجة مهمة الفترة الجاية. البنك الفيدرالي الأمريكي اللي هو البنك المركزي كده الرئيسي في أمريكا قرر رفع أسعار الفايدة عن الدولار لأول مرة منذ سنوات. أول ما بيرفع أسعار الفايدة بيحصل آتي، أسعار ده بتتراجع وبتضطر عدد كبير من الدول إلى أنها ترفع الفايدة على عملاتها الوطنية. في اجتماع قادم هيحصل للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي ده لتحديد سعر الفايدة. اجتماع تقريبا يوم 24. اليوم 24 ده كل التوقعات لخبراء المال والأسواق والبنوك والاقتصاد بيقولوا ان نتوقع ان البنك المركزي المصري يرفع أسعار الفايدة على الجنيه بواقع 1%، باللغة المال اسمها 100 نقطة أساس، 1%، 1%، وبيعتبروا ان ده الحد الأدنى للتوقع. في توقعات بلغت قالت ممكن نكسر 1.5%. طب ليه؟ قالك لأن في تضخم، والتضخم الموجود في الأسواق حاليا أعلى من النسب اللي مقدرها البنك المركزي بأكتر من 2%، وإن في تضخم عالمي والبنك الفيدرالي الأمريكي رفع الأسعار. طيب في مشكلة دايما لما البنك المركزي المصري يرفع سعر الفايدة، إيه هي المشكلة؟ لا تعالوا لي. المشكلة اللي بتحصل إن أكبر مدين للبنوك هو الحكومة، فالحكومة سلفة 5500 مليار جنيه. الواحد في المية يكلفها كام؟ 1% يكلفها 55 مليار جنيه. ده 1% الزيادة، ده عيب على الحكومة. لكن لا مفر أمام البنك المركزي. خلي بالك البنوك، البنك المركزي محدش يطلع حتى ويطلع تصريح ويقول لك هنزود، ما ينفعش. بيتعمل الاجتماع ويخ. بس أحد أعضاء لجنة سياسات النقدية هو رؤساء البنوك، السيد رئيس بنك مصر مطلع تصريح قال لك أتوقع تحريك المركزي أسعار الفايدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية. طيب ده معناه إيه بالنسبة لحضرتك؟ إن أسعار الفايدة في البنوك على الشهادات هيزيد، على الودائع هيزيد. يبقى لو أنت عايز تربط شهادة استنى شوية، أسبوع 10 أيام عشان تربطها بسعر أعلى. مرتبط بالخبر ده خبر تاني. أنا بدأت معاك قلت لك البنك الفيدرالي الأمريكي اللي هو المركزي رفع سعر الفايدة. طيب البترول في العالم أول ما ظهر تم تقييم البرميل بيعه يعني بالدولار. في هذا التوقيت منذ بقى 100 عام كان الدولار الأمريكي بيعاني ويترنح ويكاد أن يخرج من الأسواق العالمية كعملة، ماشي؟ لأنه كشف قصة كده شهيرة معروفة، لأنه قرر أنه هو يطبع دولارات دون غطاء الذهب، الذهب يغطيه، إلا أنقذ الدولار ظهور البترول في منطقة الخليج، وقالوا هنقوم البرميل بالدولار.
ده اللي حفظ الدولار كعملة دولية وأصبح عملة احتياطي نقدي في كل البنوك المركزية في العالم. اليومين اللي فاتوا في مناوشات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية، وفي مناوشات بقى لها فترة بين أمريكا والصين. قوم إيه بقى يا عم، السعودية والصين يقعدوا مع بعض، والسعودية تقول للصين بقول لك إيه، أنا هديك البترول ومش هاخده، مش هاخد مقابله بالدولار، هاخده باليوان الصيني، وأنا لما أجي أستورد منك حاجة هاخدها بالريال السعودي. طبعا ده بداية خلخلة في النظام العالمي للدولار. المحاولة دي بيحاولوا فيها من 6 سنين، هل هينجحوا النهاردة؟ طب تأثير ده إيه على الاقتصاد العالمي؟ نروح للخبير الاقتصادي الأستاذ إيهاب سعيد. أستاذ إيهاب مساء الفل. مساء الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين يا فندم. توقعاتك للبنك المركزي المصري هيعمل إيه في أسعار الفايدة الأسبوع القادم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وحضرتك ما سبتنيش حاجة أقولها، خلاص حضرتك قلت كل حاجة. لا قول لي، لا لا لا، أنا ما جيش في علمك يا أستاذنا. الله يخليك، الله يخلي حضرتك. هي المسألة ببساطة شديدة، هو أن طبعا زي ما حضرتك عارف الفيدرالي الأمريكي كان متوقع أن هو كان هيلجأ لرفع الفايدة خلال الشهر الحالي، وإن كان يمكن حتى كمان الرفع جاء أقل من التوقعات. الكثيرين كان يعني بيتوقع في حدود 50 نقطة، لكن هو جاء أقل من التوقعات 0.25%، خاصة بعد وصول معدل التضخم لما يتجاوز 7.5% لأول مرة من 40 سنة من الفترة اللي حضرتك أشرت إليها بتاعة السبعينات لما اتلغى غطاء الذهب، وساعتها دخل الاقتصاد الامريكي فيما يعرف بالستاكفليشن او الركود التضخمي. فمن الفتره دي لم يصل التضخم الى هذه المستويات، فعشان كده كانت التوقعات كلها بتشير الى ان الفيدرالي الامريكي هيرفع الفايده. وخليني اوضح بس نقطه، انه من قبل موضوع الحرب بتاعه روسيا واوكرانيا كانت التوقعات كلها ان التضخم هيرتفع. صحيح صحيح. كل اللي حصل ان دي بس سرعت الوتيره شويه. لا ارجع لي على البنك المركزي المصري توقعاتك. اتصور ان احنا يعني مش هيزيد عن 0.5% الرفع، ما بين 0.5% إلى 1%، لانه المستهدفات البنك المركزي عند 7% لمعدل التضخم، 2% فوق او تحت، احنا بنتكلم في 10% تضخم. ما انا قلت هي اعلى من توقعاته اللي حاططها بالظبط، فهي هتبقى في حدود 50 نقطه الى 100 نقطه اساس زي ما حضرتك اشرت في البدايه، لكن مش هو ده الحل يعني، لان ده هيؤدي الى مزيد من التباطؤ، لان التضخم ده مش ناتج من زياده المعروض. تضخم مستورد بالظبط كده، مش ناتج من النمو المتصاعد. طب خليني استاذ ايهاب اروح بس للسعوديه والصين. ايه معنى ان دولتين كبار زي السعوديه والصين من الجريد 20 للعظماء العشرين أو العظماء السبع في الاقتصاد العالمي يتبادلوا السلع بينهم بالعملات المحلية؟ زي ما حضرتك أشرت برضو، دي بداية لخلخلة أزمة البترودولار أو المشكلة الرئيسية بتاعة التسعير السلع كلها على مستوى العالم بالدولار. ولكن يبقى برضو لأمريكا أو الدولار أن كل السلع على مستوى العالم مسعرة بالدولار، سواء الذهب باعتباره هو القائد لكل السلع دي، او الالومنيوم الحديد، كل السلع مقيمه بالدولار، السلع الغذائيه، وبالتالي هي مش هتبقى تاثيرها مباشر على امريكا بشكل رئيسي، على اساس يعني ان السعوديه هي اكبر مصدر للنفط والصين من اكبر المستوردين، فبالتالي مش هتبقى تاثيرها فوري. ولكن على المدى الاطول اذا استمر او بدات حاجه زي كده، امريكا بتخاف ان ده يبقى توجه عالمي، لان الصين وروسيا هيعملوا كده بالظبط كده، فتتجه بعض الدول اللي عمل هذا الامر فينتهي الدولار عالميا. هو اجلا ام اجلا ده امر يعني لازم هيحصل، لكن هي الفكره امتى، هي دي اللي في علم الغيب. اشكرك شكرا جزيلا استاذ ايهاب سعيد الخبير المالي. هطلع فاصل قصير، وبعد الفاصل اسئله مهمه جدا. اخواننا المسلمين اللي بيحبوا يطلعوا زكاه المال في رمضان، ليه بيحصروها دايما في رمضان؟ طب ويتركوا الفقراء 11 شهر كاملين، هل عندهم قناعة أنهم هياخدوا ثواب مضاعف في رمضان؟ وهل دي حقيقة؟ يعني تعالوا ناخد الإجابة بعد هذا الفصل. We'll be right back.
الزكاة في الإسلام متعددة ومتنوعة. في زكاة الفطر اللي هي عن شهر رمضان، تطلع من أول يوم رمضان لحد قبل شروق أول أيام عيد الفطر المبارك. في زكاة الزروع، في زكاة الذهب، وأشهر أنواع الزكاة هي زكاة المال. كل مال فات عليه سنة زي ما هو كده، بعد انتهاء السنة تروح مطلع عليه 2.5% من هذا المال. فإذا كان 1000 جنيه بتطلع عليه 25 جنيه. لكن في عادة عند المصريين اللي هم يجمعوا زكاة المال ويزبطوها انهم يطلعوها في رمضان، من منطق اللي هو ايه، ناخد ثوابين، لان الحسنة في رمضان اضعاف مضاعفة. لكن هذا فرض، يعني انت بتتحايل على الملائكة وعلى ربنا، يعني استغفر الله العظيم. طيب احنا عايزين نقول للسادة دول رأي الدين في ده. احنا عندنا الفترة دي فترة غلاء في الاسعار، البسطاء واهل الفضل بيعانوا. هتقعد تستنى شهر رمضان اللي جاي كمان اسبوعين وتطلع زكاة المال؟ يا راجل طلعها من دلوقتي. ده انا قبل الفاصل بقول لك لو بتعمل شنط رمضان ما تستناش رمضان، طلع من دلوقتي، خلي الناس تاكل ونواجه هذا الغلاء. تعالوا نروح لفضيلة الشيخ احمد ترك من علماء الازهر الشريف. مساء الخير يا مولانا. مساء النور يا استاذ محمد، وكل عام وانتم بخير. اخراج زكاة المال اللي هي الفرد في رمضان، هل يعطي لصاحبه ميزة؟ هو زكاة المال مرتبطة بالحول، مش مرتبطة برمضان. المال اذا بلغ النصاب وهو ما يساوي 85 جرام من الذهب فاكثر، اللي هو 20 مثقال سيدنا النبي حدده، اللي هو ترجمته دلوقتي 85 جرام ذهب عيار 21 او ما اكثر، وحال عليه الحول، والحول هو عام هجري كامل من وقت تملكه او ادخاره. مولانا كل ده معروف، اللي انا بساله سؤال مباشر، البعض بيفضل اخراج زكاة المال في رمضان بحجة ان هو ياخد يعني ثواب اكبر واكبر عشان ده في رمضان. هياخد ثواب علشان احتياج الناس في شهر رمضان الكريم، لان طبعا الفقراء احتياجاتهم في رمضان بتكون اكثر، لكن كما تفضلت في المقدمة ان هو يطلع زكاة المال من دلوقتي عشان الناس تستطيع ان تستمتع بهذا المال او بهذه الزكاة في شهر رمضان، واجره باذن الله مضاعف. اجره مضاعف ليه؟ هو فرض، فالفرض هو الاجر عليه ثابت، ما هو على قدر سواء كان في رمضان او غير رمضان يعني. ايوه ماشي، ما هو على قدر حاجة الفقير، على قدر ان شاء الله ربنا بيضاعف الثواب بحسب الاخلاص وحسب الاداء وحسن الاداء. لو كل المسلمين حبسوا اموالهم وطلعوا عليها زكاة المال في شهر رمضان بس، ما انت كده تركت 11 شهر صعبين على الفقراء. هو القصة مش قصة ان احنا تركنا الفقراء 11 شهر، احنا محتاجين الحقيقة ننظم موضوع الزكاة شوي، لانه كان زمان الزكاة ده كان ليه بيت، وبيت الزكاة، وبيت الزكاة ده هو المعني بحصر الفقراء وتوزيع الثروة عليهم طيلة العام، و في مرتبات شهرية، في حاجات بهذا الشكل، وعمل مشروعات مش بس مرتبات شهرية. صحيح، لأنه أساس الزكاة إن أنت بتقوم الفقير، خليه يقف على رجليه. صحيح، أنت بتعوده على الكسل، مش إن أنت تعوده إنه ياخد وما يعملش، لا، هو أساس العطاء من الصدقات والوقف والهبة والصدقة والزكاة، أساسها إن أنت بتقول للفقير أنت متعسر، أنا حوقفك على رجلك عشان تشتغل، إلا إذا كان بقى رجل قعيد أو رجل يعني لا يستطيع العمل بحكم مرضه أو بحكم شيخوخته أو بحكم ظروفه المرضية، لكن مدام قادر على الكسب والعمل، الزكاة مهمتها إن هو نترجعه للكسب والعمل، وليس مهمتها إن هي تخليه دائما عال على المجتمع ومنتظر الراجل يديله الاكل بتاعه كل شهر والدوله تديله. هل يتم تفتيت؟ هفترض انا معايا زكاه مالي 25,000 جنيه، افتتهم على 1000 واحد ولا اديهم لواحد مره واحده يعمل بيهم مشروع؟ لا، لو انا معايا المبلغ ده انا هروح اشوف حد من الارامل او اللي بيربوا ايتام واعمل له مشروع صغير كده، انا خرجت اسره من ساحه الفقر. طيب فيما يتعلق بشنط رمضان، يحرص يعني اغلب المسلمين
يطلعوا شنط رمضان فيها بعض السلع الجافة. الآن ونحن نشهد موجة تضخم عالمية وغلاء في الأسعار، هل ننتظر شهر رمضان ونطلع فيه الشنط ولا من دلوقتي ممكن نطلعها؟ هو بس أنا عايز أقول حاجة، إن الثواب مش مرتبط بدخول وقت رمضان، الثواب مرتبط ما ده اللي أنا بقوله لحضرتك عن زكاة المال يعني. أيوة ماشي، ما هو الناس هتستفيد منها في شهر رمضان، هطلعها قبل رمضان عشان الناس تستفيد منها من أول رمضان، والثواب إن شاء الله بإذن الله مضمون عند رب العالمين. ليه قناعة الناس يقول لك أطلع من أول يوم رمضان عشان الثواب بيبقى مضاعف أضعاف مضاعفة في رمضان، فيقول لك لو طلعتها في شعبان هيبقى ثواب بسيط. ازاي بقى؟ احنا بنتعامل مع رب كريم سبحانه وتعالى. ما ده اللي انا عايز ابعته للناس واقوله لهم يعني. بالظبط كده، يبقى اذا نطلع من دلوقتي من شهر شعبان سواء كان زكوات او صدقات او شنط رمضان، وهم هيستفيدوا منه في خلال الشهر. احسنت مولانا. هذا كل اثر لهذا في الشهر الكريم باذن الله الثواب مضاعف. أشكرك فضيلة الشيخ أحمد ترك من علماء الأزهر الشريف. عايز أتكلم على خبر مهم من الصناعة. وزارة التجارة والصناعة بتقول لك في 83 سلعة إحنا بنستوردها من الخارج. فوزارة التجارة والصناعة بتقول في 83 فرصة إحنا هنقدمها لأي مستثمر يجي يصنع السلع دي في مصر. يعني إحنا بنستورد 83 سلعة بدون الدخول في تفاصيل وأسماء. وزارة التجارة والصناعة بتدعو المستثمرين المحليين ما تيجوا تعملوا مشروعات لإنتاج ال 83 سلعة دول في بلدنا بدل ما نستورد، وبالتالي نوفر عملة صعبة ونوفر فرص عمل لولادنا. أتمنى، وبتقول هقدم تيسيرات كبيرة، أتمنى التيسيرات دي تكون جاهزة. وأتمنى أي حد يسمع الكلام ده ويروح وزارة التجارة والصناعة يبقى يلاقي الفرص. في مع الضيق والحز تسأل واحد كده يقول لك ايه، انا مكتئب، هل هو فعلا بيبقى مكتئب؟ يعني لو راح لطبيب نفسي وعمل عليه اختبارات نفسية يطلع الشخص ده مكتئب؟ ايه هي علامات الشخص المكتئب؟ ثم كيف يتعامل معه المحيطون؟ يعني نتعامل معاه ازاي؟ اسرته، دايرة العمل بتاعته، أصحابه. تعالوا نروح للدكتور محمد عادل الحديدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة المنصورة. مساء الخير دكتور محمد. مساء النور عليك وعلى كل المشاهدين بتوعك يا رب إن شاء الله. اشرح لنا ما معنى أن هذا الشخص مكتئب، إيه مواصفاته، إيه العلامات اللي أشوفها عليه، وكيف نتعامل معه؟ طيب بص، هو لازم نفرق بين حاجة مهمة جدا ما بين حاجتين رئيسيين. الحاجة الأولانية إن الشخص يبقى مريض اكتئاب، وإن الشخص يبقى عنده حزن. الحزن كلنا معرضين للحزن، أي صحيح. ممكن شيء بيحصل عنده مشكلة في حياته، ظروف مادية، ظروف اجتماعية، في ضغوطات عليه، فطبيعي إن الواحد يشعر بالحزن، والحزن ده حاجة طبيعية ربنا خلقها لنا عشان تخلي الواحد تنبهه إنه يقوم ويشتغل ويبذل أكتر عشان يقدر يعمل، او لو هو ملان انه يقدر يخرج من الملل بتاعه عن طريق ان هو يبطل من الانشطه بتاعته ويعمل انشاء تانية عشان يقدر يخرج من الحزن. ده موجود وده طبيعي وبيحصل مع ناس كتير. اما الاكتئاب هو مرض، وده مرض كله بيسموه مرض العصر. ده مرض بيصيب حسب ما في منظمه الصحه العالميه بتتكلم اكتر من 350 مليون واحد على مستوى العالم. 350 مليون واحد، 350 مليون واحد على مستوى العالم عندهم إصابة بمرض الاكتئاب، وإن المرض ده بيمثل تقريبا 10% من نسبة الناس العاديين العايشين ممكن يصاب في وقت من أوقات حياتهم بمرض من أمراض الاكتئاب. مرض منتشر بشكل كبير، تخيل إن 10%، يعني لو قدامنا 10 أفراد يبقى واحد منهم غالبا هيجيله مرض. الدلائل والعلامات يا دكتور محمد. الدلائل والعلامات، اول حاجه الاساسيه اللي نقدر نفرق بيها ان الاكتئاب اللي عند الشخص يبدا ياثر على وظيفته وعمله، ويبدا يعوقه عن الحياه، ما عادش يقدر يندمج مع الناس، ما عادش يقدر يؤدي الوظيفه بتاعته بشكل كويس، ينعزل، بيفقد المتعه في الحياه، بيفقد المتعه
في العمل ما عادش بيستمتع بالاشياء اللي كانت يستمتع بها قبل كده. الشهيه للاكل بتقل او بتزيد، لان في ناس لما بيكتئبوا بياكلوا اكتر وناس بياكلوا اقل. في ناس كمان النوم بتاعهم بيتاثر اقل او اكتر. الاجهاد المبالغ فيه، الافكار والتفكير في الموت، وطبعا الانتحار، لان نسبه كبيره جدا من اللي بينتحروا بيكون عندهم سبب في الامراض الاكتئاب. كيف نتعامل بقى الدائرة المحيطة؟ هل تقول له يلا نروح لطبيب نفسي مباشرة كده، ولا نقعد نتناقش معاه، ولا نسفه من إيه إنه عنده اكتئاب؟ أول حاجة لازم نعرف فيها كويس جدا إن ده مرض، والمرض ده زيه زي أي مرض، زي مرض الضغط، السكر، الحاجة. لازم لا منقللش أبدا من مشاعر هذا المريض، ولا نستخف منها، ولا نيجي نقول له مثلا لا شد حيلك لازم تبقى قوي. هو اصلا مريض مش قادر يشد حيله، فازاي ان انا احمله اكتر من ده؟ او اقول له انت يا ابني لازم ايمانك يبقى قوي، انت ليه ايمانك ضعيف كده، ما تخلي ايمانك بربنا كذا. يبقى انا بحمله اكتر من طاقته، وهو اصلا مش عنده. هو كل المشكله ان مرض الاكتئاب ده مرض بيولوجي، نقص هرمونات في المخ هو مش مسؤول عنها، ولو شد حيله أو عمل مهما يعمل مش هيلاقي. فساعتها الشخص لما بنقول له الكلام السلبي ده، ده بيزود من المعاناة بتاعة المريض، وبيشعر بمقدار من الأسى بشكل كبير جدا. لأن أول حاجة احترام مرضه وألمه، احترام مرضه وألمه، التواجد معاه ودعمه بشكل كبير جدا، إن أنا بأكد له دايما وبتأكد معاه إن إحنا معاك وفي ظهرك، ودي فترة وهتعدي، وان احنا نستشير طبيب بحيث ان هو يقدر لو محتاج ادويه معينه تساعده. ممارسه الرياضه مهمه جدا، عدم تركه بمفرده، تغيير العادات اللي هي الكئيبه والافكار الكئيبه والافكار السلبيه عن نفسه، ان احنا لا نقول له لا انت قوي وهتقدر تساعد، ومع العلاج ومع الممارسه هنقدر. كل الحاجات دي بتساعد معاه بشكل ايجابي، مش ان احنا نسفح منه او نطلب منه حاجات هو مش قادر يعملها نتيجه ان المرض. اشكرك شكرا جزيلا الدكتور محمد عادل الحديدي، استاذ الطب النفسي بجامعه المنصوره. علينا ان نحترم كل شخص يعاني من الاكتئاب ونحاول نساعده. الدائره المحيطه عليها دور كبير قوي. تعالوا نشوف قهوه مظبوط، وعندنا فيها النهارده كلام حلو عن باب زويله، قصه باب زويله، وبعدها مباشرة هيبقى في فقرة عموم الناس. النهاردة في فقرة قهوة مظبوط هحكي لكم عن واحد من معالم القاهرة المملوكية، وهو باب زويلة، أو زي الناس ما بتقول عليه بوابة المتولي. المتولي المقصود مهنة اسمها متولي الحزبة، واللي كان بيقعد جنب الباب ده عشان يحصل رسوم الدخول للقاهرة. لكن في آراء تانية قالت إن كلمة المتولي كانت نسبة لوالي القاهرة اللي كان بيقعد قدام باب زويلة يسمع شكاوى وأحوال العامة من الناس. أما اسم زويلة فيرجع لقبيلة زويلة البربرية اللي جت مع قائد الجيوش الفاطمية جوهر الصقلي من شمال أفريقيا، وسكنت في مكان جنب البوابة، وكان معاها منجمين وعلماء فلك مغربة كانوا عشان يحددوا أحسن معاد لبناء المدينة الجديدة. ويقال إنهم كانوا معلقين جرس في حبل عشان لما يقرروا المعاد يرنوا الجرس ده، لكن اللي حصل ان في طير حرك الهواء ودق الجرس، فاعتبروها اشاره واعلنوا بدايه العمل في المدينه اللي اختاروا اسمها من اسماء كوكب المريخ اللي كان في حاله صعود وقتها، واللي من اسمائه القاهر، وعشان كده سموا المدينه الجديده القاهره. باب زويله استمد شهرته في التاريخ انه كان البوابه اللي علق عليها الامير المملوكي قطز رؤوس رسل التتار، ولأنه برضو البوابة اللي اتشنق عليها السلطان تومان باي بأمر من الحاكم العثماني سليم الأول عام 1517. أساطير كتيرة نسجها المصريون حوالين باب زويلة،
وكان أهل القاهرة بيفضلوا إنهم يمشوا فيه وبيعتبروه باب مبارك، لو العانس مرت عليه تتجوز والعاقر لو مشيت فيه تخلف. عشان كده كانت الستات بتعلق خيوط في مسامير الباب عشان تخلف. أما الطريق التاني فده اللي بيودي لدكاكين بيع وصنع الدفوف وآلات الموسيقى، وكان الاعتقاد السائد أن من يدخل منه مش هيفلح ومش هيشتغل بالفن والموسيقى وبيضيع مستقبله. بجد التحية لحضراتكم، وجي موعدكم مع فقرة هموم الناس. تليفون البرنامج هينزل على الشاشة، فقط اتصل قول اسمك والمشكلة والمسؤول اللي يقدر يساعدك في حلها، أو اتصال تليفوني عبدو من الدقهلية. اتفضل يا أستاذ عبدو. شكرا أفضل سعادتك والبرنامج المحترم. الله يخليك يا حبيبي، ربنا يبارك في حضرتك. احنا منطقة تشكى مركز الجمالية محافظة الدقهلية. مشكلتنا يا محمد بيه ان احنا ما عندناش تليفونات ارضيه في الشوارع، وطبعا زي ما سيادتك تعلم ان الوقت اصبح اعتمد كلي على الانترنت، وبنناشد من خلال برنامج سيادتك المحترم سياده الوزير وزير الاتصالات، لان احنا بنعاني فعلا بقالنا سنوات من عدم وجود التليفون الارضي او الانترنت، لان طلابنا الوقت اولادنا في مختلف مراحل التعليم وعاد كل عدد سكان قد ايه عندك في المنطقه؟ يعني بالتقريب حوالي مثلا 3000 مواطن. ما في عندهمش اي تليفون ارضي؟ لا ما فيش تليفونات ارضي والله، بقالنا سنوات وبنعاني. لما بتسأله بيقولوا لك وايه يعني؟ هم طبعا بيسوفوا، بيقولوا ان شاء الله هنعمل لكم في المستقبل. يعني بقالنا حوالي 3 سنين في المشكله دي بنعاني منها، ونزلوا بالفعل واحنا قدمنا فعلا واسماءنا مسجله على السيستم، اسماء الناس اللي بقى. الرساله للسيد وزير الاتصالات، المنطقه الجماليه في الدقهليه بتعاني من نقص في عدم وجود تلفون الأرضي. أروح لهبة هنا. ألو، السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذ محمد؟ أهلا بيك، تفضلي هبة. لو سمحت أنا طالبة منك طلبين. الأول أبويا كان بيقبض من التضامن الاجتماعي بقاله 4 سنين. وبعدين؟ بقاله 4 سنين موقفين القبض بتاعه. يعني كان بيقبض الاول بس بقالهم 4 سنين موقفين. 4 سنين موقفينه. طيب في ال4 سنين لما انتوا رحتوا سالتوا قالوا لكم ايه؟ قالوا لي اعملي كشف طبي وكده، عملنا ومحدش سال فيني. طيب الطلب الثاني؟ الطلب الثاني لو سمحت انا عندي نسبه ورم وبتعالج، ولو سمحت انا قاعد طالبه شقه منكم. طيب بس يعني هبة من هنا بتقول أنا مريضة أورام وبتعالج وظروف المادية لا تسمح، وتطلب يعني من ميسور الحال مساعدتها. أي حد كريم هيتواصل معايا فورا هديله تليفون هبة من هنا. أما فيما يتعلق بشكوى والدك هبعتها لوزيرة التضامن. ياسر الجيزة، تفضل ياسر. محمد ازيك فاتح الباشا؟ أهلا بيك يا حبيبي. والله يا فندم انا من سكان الجيزه حضرتك المتضررين ازاله بيوتنا من الدائري. نعم حضرتك، انا بيمثل الاف الاسر، الاف مؤلف والله يا محمد بيك. ماشي، اي منطقه تحديدا؟ من اي منطقه؟ من الجيزه يا فندم، بالظبط في البحر الاعظم شارع المهدي في الجيزه. طيب انت بيتك كان كم اوضه؟ بتبص على البحر والله العظيم. طب قول لي بيتك كم اوضه يعني؟ انا كانت 5 غرف سعادتك، واخد بال سعادتك، وريسبشن كبير وبلكونه بقى سعادتك، يعني الغرفه مفروض ب40 كل شقه عمري فيها. طيب الغرفه مفروض ب40,000 تقييم الحكومه. بالظبط يا فندم. طيب يبقى انت مفروض تاخد 200,000 الحكومه التعويض الاجتماعي فقط. اسمعني بس يا ياسر، مفروض تقبض 200,000. حد قبضك؟ خدنا 200,000. طيب في المشكله حضرتك دي احنا ملاك حضرتك في قيمه الارض وقيمه التشطيبات. الشقه كانت تسوى 600,000 جنيه. وكان سعاده الرئيس سمعنا اكتر من مره بيقول هتاخدوا حقكم كامل زائد 20% بالسعر السادر في المنطقه. حضرتك نقلنا في يعتبر ان رحنا قعدنا في منطقه في الليبيني، يعني مش عايز اقول سعادتك برضو لا فيها كهرباء والله الممارسه،
وحتى التليفون الارضي مش موجود، النت مش موجود، يعني احنا انتقلنا من حياه صراحه كانت. طيب طلبك يعني ايه يا عم ياسر؟ طلبك ايه على الهوا؟ حضرتك عايزين فلوسنا، كل ما نروح المساحه يا فندم عشان ناخد قيمه فلوسنا اللي المفروض في المساحه، قيمه الاراضي زائد التشطيبات وال يعني انت بدل ما انت خدت 200,000 انت عايز 300,000، عايز 100 كمان. احنا حضرتك سعر الشقه في الوقت ده مش اقل من 550,000 جنيه، ده سعرها. احنا واخدين حضرتك 200,000 لينا قيمه الارض ولينا قيمه التشطيب. طيب والمهندسين لما بتروح للمحافظه بيقولوا لك ايه؟ كانوا بيصور ده، كانوا بيصوروا الشقه وقال لي هتتحسد اولترا سوبر لوكس. انت ما قلتليش مين يحل المشكله. المشكله عايزين بقيت فلوس المساحه. مين اللي يحلها؟ المفروض اللي ورا الفندم توجهنا للمساحه، قالوا ارجعوا للمحافظه. محافظ الجيزه مش كده؟ محافظ الجيزه يا فندم. يبقى الساده السيد محافظ الجيزه، الساده المواطنين في احدى الشوارع المتفرعه من البحر الاعظم، مثل ما قال المتصل الكريم انه ليه عندكم فلوس، وبيقول لو سمحت يا سياده المحافظ الورق عندك يا ريت تقشر وتسهل لنا الصرف. سياده المحافظ عايز تفاصيل يتصل بينا وهنديله التفاصيل. سومه قد اهليه، اتفضلي سومه. ايوه مع حضرتك. تسمك سومه بالقصد كده ولا ام كلثوم؟ لا سومه. سومه ماشي يا ست اتفضلي. والله انا مطلقه ومعايا 4 عيال، وكنت عامله معاش مطلقين هنا عندنا في برنبال في عزبه جعفر. بتاخديه منين؟ من بنك ناصر؟ نعم، مقدمه في الشؤون عندنا. طيب في الشؤون عندنا، ورحت لهم فقالوا ما بجيش الا بعد 6 اشهر. مقدمه يعني بقالك قد ايه؟ مقدمه بصراحه بقالي شهر. شهر وانا معايا، ومعايا 4 اولاد، معايا ابني في لا في سيبك من التفاصيل، بس انا قصدي انت مقدمه في وزاره التضامن الاجتماعي عشان تاخدي ايه؟ معاش ايه؟ معاش بتاع، لا مش معاش، يعني قبض المطلقين اللي هو تكافل وكرامه؟ لا قبض المطلقين، ما عملتش تكافل. قبض المطلقين، طيب. أيوه. مقدمه بقالك شهر. ايوه. طيب ماشي، هتواصل مع وزاره التضامن واخليهم يكلموكي. حاضر. حامد الجيزه، اتفضل يا سيد حامد. اهلا وسهلا بحضرتك وتحياتي. اهلا بيك يا حبيبي. البرنامج والوصف البرنامج كلها. الله يخليك يا حبيبي. المشكلة حضرتك الحي السادس مدينة 6 اكتوبر من جول 10. كان في ترميمات للعماير ديت من حوالي 3 سنين، فعلا عملوا ترميمات وركبوا حديد لثمان عماير، وحاليا دلوقتي ما كملوش بقية الشغل في حكاية الواجهات. انا عارف ان في قرار من وزير الاسكان ان كل الواجهات بتاعت العماير خلال 6 شهور كلها تدهن. انا منطقة الحي السادس من جول 10 مدينة 6 اكتوبر. حضرتك اتصلت بيا قبل كده ولا احد السادة المواطنين؟ لا كان في مشكلة وتم التواصل هنا ونشدنا وزير الإسكان. فعلا هم اتصلوا بيا بس يعني ما ردوش عليا ايه الحل. وغير كده العقارية بتاعت الجهاز موقفة حكاية البيع بتاع الشغل، يعني مثلا الشغل دي مستمرة بقى لها حوالي 30 سنة أو 25 سنة، معظم السكان دفعوا الأقساط بتاعتهم، وأنا واحد من السكان برضه في عمارة 18 خلصت الأقساط بتاعتي. العقارية بتاعت الجهاز بيقول لك ممنوع حكاية التوكيل أو البيع، طب ليه طيب؟ أنا مثلا صاحب شقة عاوز مثلا أبيع أو أشوف حاجة أحسن. مين يحل المشاكل دي كلها يا حامد؟ وزير الإسكان بقى، وزارة الإسكان. يعني نبعت شكواك للسيد وزير الإسكان؟ وفي نقطة تانية، السنترال اللي جنبينا بتاع الحي السادس، سنترال 2، السنترال جوه حضرتك ما فيهوش ولا كاميرا واحدة مراقبة. وأنا كنت رايح أحاسب على فاتورة التليفون الأرضي، الموظف اللي جوه غلطني في الحساب. ومشيت وبعد كده افتكرت ما خدتش الفاتوره، جيت ارجع قال لي لا اصل انا نسيت. طب بصوا يا جماعه ارجعوا لكاميرات المراقبه، السنترال كله ما فيهوش ولا كاميرا مراقبه واحده، انا مش عارف ازاي ده. اي ترخيص اي محل لازم يكون فيه كاميرات مراقبه. والله انت شكلك مهمه يعني الساده بقى المسؤولين في وزاره الاتصالات، ادي سنترال المفروض يبقى فيه كاميرا مراقبه وبقى كله مراقب. يعني الحاجه الثانيه فيما يتعلق بمشكله المباني اللي في الحي العاشر باكتوبر، اتمنى من الساده المسؤولين في وزاره الاسكان التواصل معي، لان دي مش الشكوى الوحيده اللي جت. شيماء الغردقه، اتفضلي شيماء. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك انا يعني مش انا معايا مشكله بس حاجه يعني بسيطه خالص. اتفضلي. مش عارفه يعني مين يحلالي. انا واحده دلوقتي يعني منتقبه عادي، ما فيهاش مشاكل، ده حاجه ترجع لي ان انا حابه ان اكون كده. محدش ناقشك في ده. تمام، برافو عليك. انا بقى دلوقتي واحده بكتب قصائد ليا في سنين طويله، يعني انا ساكنه هنا في الغردقه، فرحت قصر الثقافه بالغردقه، ما حدش متمنى مواهب زي كده. بيقولوا لي ان واحده منتقبه ما ينفعش نطلعك لايف مثلا او ننمي موهبتك هناك على اللايف عندنا في قصر الثقافه بالغردقه.
يعني المفروض مش دي مش المفروض ان حد زي كده المفروض بينمي مواهب الناس، مسرح ادبي كثقافي. اه يعني انت عندك موهبه وعايزه تشتركي في قصر الثقافه. اه تمام تمام ايوه انا بكتب وعايزه لحظه بس عشان نفهم. اه وعايزه تشتركي في مسابقات قصر ثقافه الغردقه، فبيقول لك ما نقدرش نتعامل مع متسابقه منتقبه صح؟ لا هي بقى مش هي مش مشكله في المسابقه، المشكله ان انا بروح هناك ما بلاقيش مدير، ما بلاقيش اي اهتمام، اصل انت منتقبه ما ينفعش تطلعي معانا على اللايف، رغم ان هم مطلعين ناس كتير قوي يعني ما اعرفش القصائد بتاعتهم يمكن تحت التراب حتى ما اعرفش ممكن ما تسمعش. انت شايفه ان في تحيز كده ضدك يعني؟ مش عارفه انا حاسه كده، وبكتب برضو بكتب قصص، بكتب روايات، بكتب قصص اطفال وعرضتها فعلا على كتب. انت اسمك ايه بالكامل؟ شيماء ايه؟ اسمي شيماء فتح الله عيد بركات، ساكنه في الغردقه. طيب شيماء فتح الله عيد بركات، عايزين نسال السيد المسؤول عن قصر ثقافه الغردقه، ومواطنة على أرض مصرية مصرية منتقبة، هي يعني هي حرة بس من حقها كمواطنة تشترك في المسابقات، هل من شروط المسابقة المنتقبة لا تشترك؟ يعني تواصل معنا وقول لنا. عمرو بورسعيد فضل. عمرو مساء النور يا فندم. أهلا بيك يا حبيبي تفضل. والله يا فندم أنا جالي إعاقة في دراع اليمين، إصابة جيش في دراع اليمين. نعم. ودراعي الوقت ما بقدرش اعمل باي حاجه، فمشكورا يعني سياده المحافظ شغلني معاه. طب الحمد لله. فبعد سنه لما اجت الكورونا وكده فقالوا لي كل واحد ده يقعد في البيت وكده، فرجيت ارجع تاني الشغل قالوا لي عقدك ما اتجددش. قالوا لي عقدك ليه؟ ليه اللواء عادل غضبان محافظ بورسعيد؟ كل لما اروح لفندم مش عارف اوصل له فندم، انا الوقت يا فندم احنا داخلين على ايام مفترجه، ربنا يبارك طيب لكم يا رب. انا هناشد على الهواء اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وهو اخ فاضل وصديق عزيز، اتمنى ان هو يعني يتواصل معنا ونديله بيانات المواطن عمر اللي اشتغل معاه في مكتبه قبل كورونا وهو محتاج هذا العمل. محمد القاهره تفضل. محمد السلام عليكم يا استاذ محمد. سلام ورحمه الله. معلش انا اسف والله، بقول لك يا استاذ محمد انا قدمت شريط شكوى لرئيس الوزراء بخصوص ايه؟ بخصوص ان انا عايز شقه، لان انا معاش من 1000 جنيه ولا بصرف على 1000 جنيه على الاسره كلها انا واولادي والله العظيم. يعني انت عايز شقه في محافظه القاهره؟ اه وساكن سكنت شقه غصبا عني ب 1000 جنيه وانا معاش. طب رحت لمحافظه القاهره؟ لا يا فندم والله العظيم رحت، قالوا لي لا ده انت كنت انا تبع الجيزه الاول. طب رحت لمحافظه الجيزه؟ لا راح علي ما فيش عندنا الشقق للاسكان. خلينا نروح للسيد رئيس الجمهوريه اللي ليه تعليمات صادره وتكليفات لاي محافظ في من المحافظين ال 27، اي مواطن محتاج شقه ولا يمتلك سكن وما عندوش اي سكن يتم تدبير السكن له فورا، وفي حاله عدم توفير وحده سكنيه والمحافظ عجز عن ده تتواصل مع رئاسة الجمهورية والسيد الرئيس مدي تعليمات بتوفير السكن فورا. أنا بناشد السيد رئيس الجمهورية على هوا اهو مكتبه يشوف حالتك، وإذا كنت تستحق وما عندك سكن تاخدها. خلوني أنوه على فقرة حوارية مهمة جدا بعد الفاصل، هيشرفني الأساتذة عطية حماد رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، والمهندس متى بشاي رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية باتحاد الغرف التجارية، هنناقش كل ما يتعلق برغيف العيش والسلع واحنا داخلين على رمضان. لكن دلوقتي نشوف تقرير عن جهود الداخلية يعني مواجهة التجار الجشعين اللي بيبيعوا السلع بأعلى من قيمها الحقيقية. تنسيق وتكامل بين أجهزة وزارة الداخلية لمواصلة توجيه الضربات الأمنية القوية ضد العناصر التي تحاول حجب السلع عن التداول بالأسواق في محاولة منهم لرفع أسعارها استغلالا للظروف الدولية الراهنة. وأسفرت تلك الضربات عن نجاح الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة في ضبط مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بالجيزة، قام مالكه بحيازة أكثر من 18 طن من سلع غذائية متنوعة بأن قام بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بهدف رفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة من وراء ذلك.
انطلقت الحملات الأمنية لتحقيق مزيد من الانضباط في السوق والتصدي لمحاولات رفع الأسعار، وتمكنت الإدارة من ضبط 75 طن ونصف طن أرز غير مصحوبة بأي مستندات تفيد مصدرها بحوزة صاحب مضرب أرز بالدقهلية كان يهدف لبيعها بأزيد من السعر المتداول في الأسواق. كما نجحت في ضبط قرابة 188 طن مواد غذائية متنوعة بدون مستندات وغير معلن عن أسعارها بحوزة المسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بالشرقية كان يقصد من وراء ذلك إلى بيعها بالسوق السوداء. واستمرارا لتلك الحملات وما تحققه من نتائج إيجابية في التصدي لمافيا التلاعب بالأسعار، نجحت الإدارة في ضبط 22 طن دقيق أبيض مجهولة المصدر قام المسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بالبحيرة بتخزينها بغرض حجبها عن التداول بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة من وراء بيعها بأزيد من سعرها المتداول. كما تمكنت من ضبط قرابة 21 طن دقيق وأرز وزيت طعام وسكر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بهدف رفع أسعارها بحوزة المسؤول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بالمنوفية. وضبط أكثر من 18 طن دقيق وزيت وأرز ومكرونة وسكر معبأة داخل شكائر وعبوات بدون مستندات تم تخزينها لرفع أسعارها بحوزة أحد الأشخاص بالجيزة. وأسفرت الحملات المكثفة للتصدي لظاهرة حجب السلع عن التداول بالأسواق عن ضبط 20 طن ونصف مواد غذائية مجهولة المصدر وغير معلن عن أسعارها بحوزة مسؤول مخزن بدون ترخيص بالمنوفية بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول. وضبط قرابة 20 طن أرز ودقيق وزيت ومسلي مجهولة المصدر بحوزة مسؤول إحدى الشركات لتعبئة السلع الغذائية بالقاهرة قام بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها. وضبط 18 طن زيت تموني بحوزة مسؤول أحد فروع الجملة بالإسماعيلية لبيعها بأزيد من السعر المحدد لها. الإدارة تمكنت من ضبط 50 طن سكر تموني بقصد بيعه بالسوق السوداء بحوزة أمين عهدة إحدى فروع الشركة لتجارة الجملة بالقاهرة، وضبط 30 طن دقيق أبيض بحوزة قائد سيارة بالفيوم كان يهدف لبيعها بأزيد من السعر المتداول في الأسواق. وتتواصل الجهود للتصدي لكافة ظواهر الاستغلال وحجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصة الغذائية والمضاربة بأسعارها لرفعها. لا حديث لدى المواطن في الشارع المصري إلا عن أسعار السلع الغذائية ورغيف العيش. الفقرة دي مخصصة لمناقشة هذا الموضوع. مباشرة أرحب بضيوفي الأعزاء، أستاذ عطية حماد رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. مهندس متى بشاي رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بالاتحاد العام للغرفة التجارية، أهلا بحضرتك. أهلا حضرتك أستاذ عطية. مباشرة رغيف العيش يعني أزمة كبيرة في الشارع المصري بعد ارتفاع الأسعار فيما يتعلق بيسمى تجاوز الرغيف السياحي، وطبعا مش رغيف سياحي، ده رغيف خاص بالطبقة الوسطى، ارتفع 50%. مجلس الوزراء كلف الدكتور علي مصلح وزير التموين بإعادة تسعير هذا الرغيف. الحكومة قررت تخفيض الطن، بدل ما يتباع ب 11000 جنيه يتباع ب 8.5. هل شايف ان احنا نقدر نوصل بهذا الشكل لتسعير مريح للمواطن؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم. تدخل الحكومة وتدخل رئيس الجمهورية في وقت قياسي لما وجد ان الاسعار ارتفعت ودي ارتفع والعيش ارتفع، ده تدخل جه في وقته بالظبط. لكن لما نيجي النهاردة التفويض اللي عمله دولة رئيس الوزراء للدكتور علي مصلحي وزير التموين ان هو يقوم بعملية التسعير للرغيف وتثبيت سعره، وتسعير للدقيق وتثبيت سعره لفترة 3 أشهر أو 4 أشهر، وبعدين نشوف ما يستجد من خلال هذه الفترة، وخصوصا ان احنا داخلين على الشهر الكريم رمضان. كل سنة طيبين.
فالنهاردة لازم نكون احنا كلنا متفقين من الاول ان دي سلعة حرة التداول، السلعة بتخضع للعرض والطلب من سنة 80، واحنا النهاردة البلد بتتحول تحول يعني في الاقتصاد الحر وتحول رقمي، فيعني كان كل حاجة سايبة تبقى للعرض والطلب. لكن الأزمة اللي حصلت الحرب الأوكرانية الروسية، يعني عشان احنا بنستورد القمح من أوكرانيا ومن روسيا ومن مصادر تانية، فدي الدولة لازم تحافظ على الرصيد الاستراتيجي اللي عندها بحيث ان هي ما تجيش تقع في ضرب، خصوصا في لقمة العيش. احنا لسه طبعا يعني كان في مكالمة بيني وبين الدكتور علي امبارح في التليفون الساعة 7:30 تقريبا، قال لي انا مستني التفويض يجي من مجلس الوزراء عشان نقدر نقعد ونشوف ايه اللي نقدر نعمله بالنسبة لتسعير الرغيف، ونشوف المواصفات بتاعته ايه وسعر الدي ايه، لان انا عرفته برضه بعد اجتماع الدكتور علي مع فخامة الرئيس من 3 ايام. هو اجتمع مع بتوع المطاحن وبتوع شعبة الحبوب على اساس ان هم يحددوا سعر طن القمح يبقى بكام، والمطحن ياخد القمح ويطلع دي يبقى بكام، لان التسعيره دي كلها هي اللي هتحدد سعر اللي هيبينها سعر الدي اللي هياخده صاحب المخبز. طيب مش كل المخابز مسجله في وزاره التموين، في مخابز شغاله قطاع خاص نسميها اقتصاد موازي يعني مش معروفه، فانتوا هتوصلوا بالدقيق اللي اسعاره حنينه دي للمخابز دي ازاي؟ ده سؤال جميل جدا. النهارده احنا عندنا احنا بقى كقطاع بنعمل في الرغيف المدعم عندنا مشكله كبيره جدا، والمشكله دي الاتحاد العام للغرف التجاريه داخل معانا فيها ودايما بنشتكي منها، المخابز التوك توك، المخابز السياحيه الغير مرخصه. نعم. يعني هل تتخيل مثلا سيادتك مخبز قائم عباره عن اوضه، مش اوضه وجواه فرن، ده مش اوضه، ده الاوضه ديت نصها الفرن والمعجن والنص بره على الرصيف بيكمل بيت شغله وشغال 24 ساعه. دول ما دول هيشتروا بالسعر الحر وهيبيعوا بالسعر الحر، هيشتروا منين بالسعر الحر؟ هيشتروا منين بالسعر الحر؟ ومين اللي هيديهم سعر الحر؟ مين اللي هيخلي ايه اللي هيخلي الحكومه توازي الراجل اللي قاعد على الرصيف زي اللي عنده محل في رخصه في سجل تجاري بيتحاسب ضريبيا؟ ده ما بيتحاسبش على اي حاجه خالص. طب كده مش هياخد دي مدعم منك؟ ان شاء الله ما خد. كده هيشتري من السوق دي، يشتري بقى زي ما يشتري، لكن انا بتكلم على حاجه يعني انت ازاي هتوازي ده مع الراجل اللي هو عنده التزاماته اصلا. نسبه كبيره من المخابز شغاله بالشكل ده. طب ما ده بقى ده الدوله اللي تسال فيه مش احنا اللي نسال فيه ولا الاتحاد العام للغرف التجاريه تسال فيه، لان اساسا اتحاد الغرف التجاريه او السجل التجاري بيدي واحد للاشخاص اللي هم الاعتباريين الطبيعيين اللي هم عندهم محلات وبيتعينوا بيبقى ليهم معاينات وكده، ليه بطاقه ضريبيه، ليه سجل تجاري، ليه الكلام ده كله. طيب حضرتك ما جبتليش على شايف الزياده هتبقى كم في المية لرغيف العيش الحر تتوقع؟ انا برضه انا ما اقدرش اجاوب حضرتك الا لما اشوف السعر اللي انا استقر عليه ايه. انا كنت سمعت سعرين 8500 طن و 8600 طن، لا ده هينفع ولا ده هينفع لما نقعد. امال ايه اللي ينفع؟ ما انا بقول لحضرتك لا ده هينفع ولا ده هينفع الا لما نقعد. ليه؟ لان النهارده تكلفه الرغيف نفسها على المخابز دي عاليه جدا. عاليه جدا. ليه؟ لان ده سلعه بتخضع للعرض والطلب، حره التداول. انت مش عاجبك تاخد من عندي هتاخد من عنده، تاخد من عند اي حد، انت حر. لكن النهارده الخامه اللي انا بشتغل بيها دي كلها بجيبها من السوق الحر من بره وغاليه. استيراد قصدي حضرتك من بره؟ لا يعني باخدها من السوق بتاعنا. يعني الخميره مثلا باكل الخميره اللي كان ب9 جنيه النهارده صار ب12 جنيه. الغاز اللي هو بيشتغل بيه لو هو بيشتغل مثلا هنقول 20 شكاره في اليوم بيدفع عليهم غاز 30,000 جنيه غاز، لان طبعا كله سياحي بيتعامل كله اكنه هو الراجل يعني عرض وطلب بقى. عرض وطلب. طيب اروح لمهندس متى بشاي، كلمني عن نكمل خطوات الحكومه والدوله ازاي لمحاصره الغلاء في اسعار السلع الغذائيه. احنا شفنا منافذ امان
منافس قوات مسلحة، هل تعتقد ان ده يكفي؟ هو ده يكفي عشان هو ده المطروح دلوقتي، يعني ده الموجود على الساحة دلوقتي. احنا برضو اي حد اي مبادرات صالحة او خارجة من وزارة الداخلية عاملة المبادرة بتاعتها، وغرفة القاهرة هتعمل اهلا رمضان، اي حاجة من دي هتنزل وهتوفر سلع اساسية للمواطن بسعر مدعم او سعر مخفض او دعم من القطاع الخاص مع الاتحاد او مع الغرف او مع الحكومة، لازم كل ده هيؤدي لتوفير سلع ووفرها باسعار مخفضه للمواطن. طب دوركم ايه كاتحاد عام غرف تجاريه؟ عملتم ايه او هتعملوا ايه؟ احنا بنوفر التسهيلات او الاماكن للتجار اللي هي صاحبه السلاسل الكبيره وصاحب المصنعين والمستوردين اللي عايزين يشاركوا في المبادره بتاعت اهلا رمضان، بنوفر لها الاماكن في الحتت الاساسيه في الاوقات اللي هي قبل دخول رمضان وقبل المدارس. ودور الغرفه ودور الاتحاد دور استرشاد يا فندم. احنا دورنا ان احنا بننقل للحكومه وجهه نظر التجار بمشاكلها، حتى لو كان في الايام الاخيره دي برضو شفنا في بعض التجاوزات. احنا كنا بنقول في الحرب بعد موضوع الازمه بين روسيا واوكرانيا ان فعلا في زياده في الاسعار، قعدنا نقول لا ده زياده عالميه، وحسينا بعد كده ان للاسف كان في تفاوت في الاسعار، وفي بعض التجار برضو كان عندها سوء، يعني سوء حكمه في تسعير البضاعه. كلنا نزلنا لقينا في غلا جامد، في حاجات زادت مش 10، في حاجات زادت 30 و40 و50% بدون مبرر. الشحن زاد بس ما ينفعش كده، في زياده في العرض والطلب، لكن ما ينفعش يبقى مثلا ان كرتونه البيت توصل ده 68 جنيه. هي نزلت دلوقتي نزلت دلوقتي بالظبط، كل حاجه نزلت، حاجات 80% من الحاجات نزلت، كل حاجه نزلت. الاسباب ايه؟ كل حاجه، بس انا في نقطه راجع فيها الاستاذ متى، يعني اللي انا عايز اقوله دور الغرف التجاريه، وطبعا في دور رئيسي جدا بيقوم به المهندس ابراهيم العربي مع التجار، وخصوصا الجماعه اللي هم تجار الجمله اللي هم محتكرين السلع معينه في المواد الغذائيه. ده هو بيقعد معاهم بيوصل لهم الوطنيه من اسلوب التجاري، والتاجر بيتعامل بالوطنيه ولا بجيبه؟ لا لا ما هو لازم بيوصل لهم بوطنيه بحيث ان هو يخفض الاسعار اللي هيعرضها، زي ما قال زمتة في المعارض اللي هم بيوفرها لهم في الغرفة التجارية. فده دور مهم جدا. أسعار يعني نزلت ليه؟ يعني اللي أنا شايفه قدامي في عامة في كل حتة، أولا أهم ده حاجة أهم شيء، إن المعروض متوفر جدا والرقابة وموجود من كل الأصناف، المعروض متوفر جدا. زيادة في الأسعار لا مفيش دلوقتي، لأن كل واحد خايف لتخش عليه مباحث التموين، يخش عليه الوزارة، تخش عليه المديريات. ففي النهاردة تخوف من الرقابة زي ما بيقول الأستاذ متى، لأي حد يخش عليه، لأن النهاردة المحضر بتاعها بقى شديد طبعا. خصوصا بعد في حبس كمان للتجار. طيب في حبس الغرف التجارية هتعمل إيه تاني؟ يعني مثلا إحنا شفنا مبادرات كويس، الأزمة شكلها مستمر. ليه؟ لأن الحرب شكلها مستمر. التهديدات السياسية بتقول دي لا قاعدة شوية. تمام. احنا دورنا كغرف تجارية ان لما يكون مثلا في ناس عندها، يعني دي كده هنطلع بره سياق البنود اللي هي ليها علاقة بالأسعار والسلع الغذائية، برضو دول الغرف التجارية حضرتك، ان احنا بنكون اي حد، باب الغرفة وباب الاتحاد مفتوح، باب المهندس ابراهيم مفتوح، عمره ما اتقفل لأي تاجر من التجار. اي حد بيجيب شغل من روسيا من اوكرانيا عنده مشكله يجي يقدم لنا في الغرفه بمشاكله، عشان خاطر برضو ايه، برضو في قطاع كبير من المستوردين بيجيب من روسيا ومن اوكرانيا شغل. طيب ده دور الغرف. دور الغرف تاني ان احنا لازم برضو تاكيدا على كلام الحاج عطيه، ان الرقابه اللي بين الغرفه وبين التاجر وبين الجهات اللي هي في الرقابه، اللي انا شايف ان هي دي من اشد النقط اللي ساعدت ان الاسعار تنزل. في حاجات تاني برضه، اللي هو زي ما بيقول الاستاذ عطيه، التاجر بيخاف دلوقتي، التاجر بيخاف عشان خاطر العقوبه بقت رادعه. ده بقى في حبس وبقى في مصادره. بالظبط. وبقى في صادر. احنا يعني احنا فوجئنا كمان ان كان في بجانب ان في زياده في الاسعار، لا بجانب حصل ان في التجار بقت تحبس البضاعه، يقول لك انا هستفيد بفرق. تم ضبط 20 طن في اسكندريه. ارقام يا فندم، ارقام كبيره جدا. الارقام دي لو نزلت السوق، الاسعار بعد التقرير بتطلع من الغرفه يوميا، انتوا بتطلعوا تقارير يوميه على الاسعار. ده يوم 17 وده يوم 16، ده امبارح. الفرق بين اليومين ايه؟
الفرق بين اليومين دول قريب، لكن في زياء في نزول. لكن لو قارنت اليومين دول من اسبوع 10 ايام، لا حضرتك هتعرف ان فعلا في نزول ملحوظ. طيب استاذ عطيه، بعض المواطنين بيسالوا، هو لسه الحاجه احنا ما استوردناهاش من بره اللي هي اسعار زي الدقيق الحر، يعني تاني يوم على طول ارتفع 50%. يعني برضو في حاجات بتغيب عن المواطن وعن الاعلام، نشرحها. زي ما احنا متفقين من بدايه الامر ان دي سلعه حر التداول، لا تخضع للقرارات التموينيه المنظمه ليها، ولا تخضع للتسعير الجبري، فهي حر التداول وتخضع للعرض والطلب. تمام. من قبل الحرب الاوكرانيه الروسيه، طن الدقيق اللي بتعمل بيه العيش والحلواني والبسكويت والكلام ده كله، طن الدقيق بيزيد بالاسبوع من بالاسبوع بالاسبوع من 50 جنيه ل 100 جنيه. لما جت الحرب ارتفع. اسف بتقول نقطع عليه، وخاصه مع دخول رمضان بيزيد اكتر. لا هو طب ايه راي حضرتك بقى، السنه اللي فاتت طن الدقيق نزل خالص وبقى مش لاقي حد يشيله عشان كورونا باين حاجه. ايه رايك؟ مشكله كورونا، عرض وطلب. بالظبط كده. وانت حتى النهارده شوف تدخل فخامه الرئيس في الوقت الحرج ده، مجرد بس ما هو لمح ان هو الدوله هتخش وتسعر وتوفر القمح والدقيق لاصحاب المخابز عشان يثبت سعر، الكل انكمش، الكل وقف. ما انت النهارده كل واحد لازم يخاف على نفسه ويخاف على سمعته وعلى كرامته وعلى بلده، لازم كده، احنا كلنا كده. التاجر اللي ما كانش عنده حياء مع نفسه ويخاف على كرامته وعلى سمعته ويخاف على بلده ما يبقاش تاجر. اتمنى مهندس متى فضل. عايز اسال حضرتك على كافه السلع واحنا داخلين على رمضان، السلع الغذائيه شايفها متوفره في الاسواق؟ يعني انت تتمنى يا استاذ، يعني انت تتوقع ان احنا كلنا، لا هل كل التجار، لا لحظه، هل كل التجار؟ لا يعني امال التاجر اللي خزن 20 طن ده؟ المعظم المعظم كويس، خلي بالك. ما انا بقول لك اتمنى يعني ليه؟ لان في الازمه لا اتوقع الخير في البلد بتاعتنا. في الازمه لازم نبني الوقفه مع بعضينا. طبعا. لان الداخليه كل يوم بتطلع بيانات القبض على 128 تاجر. هو ده اللي مطلوب. فانا قصدي مش كل التجار زي ما في كويس في الوحش، بس هي بنسب متفاوته. بس ارجع لحاجه، الاتاحه اللي اتكلم عليها استاذ عطيه، نفس اللي هي فكره لما يبقى في اتاحه من كافه السلع الاسعار تنزل. انا بقول لحضرتك من خلال موقعك في الغرفه التجاريه، الاتحاد العام للغرف التجاريه، شايف السلع عندنا الفتره الجايه متاحه بشكل كبير؟ السلع متاحه في القرار اللي حصل بتاع معالي وزيره التجاره بوقف التصدير، كان فيه في الاول 5 بنود من حوالي 10 ايام اللي هو الفول الدقيق. بس هل احنا عندنا خامات زياده بيتصدرها من السلع دي؟ بص طبعا كان عندنا طبعا موجود. ما انت كنت قبل الحرب دي كنت بتصدر الدي زيرو، اصل انت مالكش رقابه على الدي زيرو. كنت بتصدر الدي زيرو ده للسودان لليبيا. لما وقفت التصدير ده عندك المعروض زاد، توفر في والمعروض زاد في سعر النسبه. طبعا. وحاجه ثانيه يا فندم، في اللي هو بخلاف الخمس بنود اللي هم اللي وقفوا من حوالي 10 ايام، من 3 ايام برضو كان في الفريك والزيت ومشتقات الزيوت كتير. احساس الحكومه لتامين احتياجات المواطن تدينا طمانينه ان احنا مش داخلين على ازمه وفي احتياطي. سواء بنصدر نسبه كبيره بنصدر نسبه قليله من المنتجات دي، لكن تبقى انت عارف ان الحاجات اللي موجوده عندك تكفي ولاد بلدك. ليه؟ حضرتك داخل على رمضان، كل سنه وحضرتك طيب. في طيب. استهلاك عالي جدا، شهر رمضان يوازي 50% من اي شهر تاني وممكن اكتر. صحيح. لكن لما احنا تكون احنا اي حاجه تمس قوت المواطن والحكومه تكون مأمنها له، ماشي انا اوفر لك اكل وشرب من غير ما يحصل اي حاجه، بالذات موضوع العيش، موضوع العيش مهم جدا. حساس. موضوع الفول مهم، موضوع القمح، الشاي، السكر، الرز، المكرونه، اي سلع استراتيجيه. سلع تموينيه استراتيجيه لازم تبقى متوفره للمواطن. حضرتك داخل على شهر رمضان، لو ما الحكومه ما ادتناش الطمانينه ان كل البنود موجوده، حتى لو هي تبقى غاليه شويه بس المهم تبقى متوفره. هرجع للتصريحين، التصريح الاول للسيد رئيس الوزراء قال احنا عندنا احتياطي يكفينا من 4 إلى 5 أشهر. ثم قرار او تكليف السيد رئيس الجمهوريه للحكومه بتوفير السلع الاستراتيجيه من الان فصاعد لمده 6 أشهر. فاصل قصير وبعدين واصل حوار. لما تروح ليه مهندس متى بشاي ضيفي
وتقرا التايتل بتاعه اللي هو الوظيفه بتاعته رئيس لجنه التموين والتجاره الداخليه بالاتحاد العام للغرف التجاريه. يعني الراجل ده مفروض عنده الفوله. يعني لما اتكلم على اتاحه السلع ومعارض اهل رمضان، هل تركيزكم هيبقى على القاهره الكبرى واسكندريه؟ ماذا عن سيناء، حلايب وشلاتين، اقاصي الصعيد، اقاصي الريف؟ ازاي هوفر معرض اهل رمضان في القرى؟ حضرتك لا، احنا اهل رمضان مع الاتحاد مع في المحافظات، ما كل الغرف على المدار ال 24 محافظه موجود فيها ان شاء الله 27 محافظة هنعمل فيها المعرض. هتعمل يعني مشتركين في المعرض كل الغرف متفقين ومتفقين، بس ده هيبقى في العواصم بتاعت المحافظات بالزبط. بس انت عارف في قرى واهالينا في الصعيد والريف هيوصل لهم يعني احنا يعني الدعم ده ازاي؟ الكلام كان هيبقى يتعمل في الاماكن الحيويه عشان ده يوصل لكل الناس. حضرتك الناس كتير دلوقتي بتشوف الحاجه اللي فيها سعر مخفض او سعر مدعم وتروح تشتري منها بالظبط كده، يروحوا يشتروا منها. واحنا متعشمين ان الموضوع ده يكون ان شاء الله يعني هيعمل صدى جامد وهيوفر للمواطن وهيحسسه فعلا ان في فرق في الاسعار عن السوق. شاب متوسط التخفيض هيرجعها لاسعارها قبل الحرب الروسيه الاوكرانيه؟ هو يعني لو احنا اتكلمنا عن الاسعار اللي هي في النورمال، هننزل من النورمال من 20 ل 25%. هننزل؟ من 20 ل 25%. والتخفيض ده بيتم ازاي؟ يعني هل التاجر كان جشعا فبياخد 25% في سرعه بتدور بسرعه؟ استاذ محمد كلمه جشع لا، ما انا بسألك يعني دلوقتي الحاجه دي كانت ب 10 جنيه، انت بتبيعها لي ب 7 جنيه ونص، ودي سلعه دواره يعني سريعه بتتباع يوميا. لا فانت بس بتكسب في الدوره 25% في يوم؟ لا لا، هي ده انا اشتغل تاجر. لا يا فندم، لا لا، هي مش بتتقاس يعني على فكره حضرتك او فكر الناس عامه. ازاي ما انا بسالك بفكر الناس، ازاي هننزل 30% وهي اصلا مثلا يعني ازازه الزيت هتبقى ب 9 جنيه؟ لا يعني هتبقى ب 10 جنيه. لا لكن هي عباره عن احنا بنوفر له من الايجار، بنوفر له من المكان اللي بيعرض فيه، بنوفر له من مصروفه بحيث ما يحملش على السلع. مظبوط كده يا فندم، ما يحملش على المنتج، فبالتالي هو بيسيب من تسعيره نسبة تحسس المواطن ان هي اقل من السوق في العادي، وخاصة مع البيع كتير. بالظبط كده. استاذ عطية، حضرتك قلت انا عندي تصور فيما يتعلق برزيف. اسمح لي الاول ارجع للمداخلة مع فضل حضرتك بالنسبة للسؤال اللي انت سألته للأستاذ متى، بتقول له اهالينا في المحافظات البعيدة هيوصل لهم ازاي الكلام ده. طبعا المبادرات اللي عملها سياده الرئيس اهلا رمضان، اهلا كلنا واحد، كلنا واحد وامان وامان والجيش وحياه كريمه والجيش والقوات المسلحه، والقوات المسلحه داخله بمجهود كبير جدا. صحيح. كل الكلام ده بيوصل للنجوع كمان مش للقرى، لكن الغرف التجاريه بتقوم زي ما قال الاستاذ متى في الاماكن اللي هي العواصم بتاعه المحافظات دي والاماكن الحيويه، عشان دي بتوصل للناس كلها وكلهم بيبقى في مربع واحد وفي محيط واحد. بتفكر حاجه ازاي؟ طب انا اسف، هل ده حاصل في السلاسل التجاريه الكبيره؟ هيشاركوا معانا الماركتات الهايبر الكبيره؟ مشاركين. طبعا داخلين كلهم. اروح برضو لحضرتك. اتفضل يا فندم. تصورك فيما يتعلق برغيف العيش، فقلت حضرتك في الفاصل بتقول لي عندي تصور عايز اطرحه يعني. لا، هو انا الحقيقه كل واحد انا بفكر ازاي ان احل المشكله مع الدوله. صحيح. ومن غير ما انا اكلف الدوله اي شيء. احنا النهارده شغالين في منظومه مدعمه. صحيح. والمنظومه ديت بتحكمها اليات وبيحكمها قوانين وبيحكمها تسعير جبري. احنا كلنا كمنتجين للرغيف المدعم ماشيين مع الدوله وفي ركبها، فاي شيء بتقرره احنا ماشيين معاه. لكن احنا النهارده انا من زمان بطالب بالمطلب دوت، ان احنا لازم يكون عندنا جزء للبيع الحر في المخبز، بحيث ان هو ان في ناس كتيره جدا ما عاش بطايق تموينيه، وما في ناس كتير جدا كبار السن والعجزه واللي عندهم امراض مزمنه زي القلب زي الضغط زي السكر، بيحتاجوا دايما الرغيف ابو رده. فانا عايز افهم في ايه ما يمنع ان انا النهارده كدوله اخصص. احنا كان عندنا اول ما بدانا منظومه الخبز المدعم دي في 2014 كانت الدوله بتدينا كارت اسمه الكارت الذهبي. نعم. لكل صاحب مخبز في المنطقه اللي هو فيها عشان الناس اللي ما عندهاش بطايق.
وطبعا الكارت الذهبي ده جات عليه مشاكل والناس اتحبست من وراه والناس دفعت غرامات بالالوفات والملايين من وراه عشان خاطر سوء تخطيط من التموين، مش من صاحب المخبز وبس، من الاساس من التموين. فالنهارده انا هرجع تاني للكارت الذهبي بس باسلوب تاني واسلوب مفعل ومقنن. ازاي؟ النهارده انا ما فيش ما يمنع، احنا عندنا 30,000 مخبز مدعم. هو في ما يمنع ان انا النهارده ادي لكل صاحب مخبز كارت ب 1500 رغيف يتباعوا بسعر موحد موحد، والسعر ده الدوله اللي تحدده او الوزاره اللي تحدده طبقا للمعطيات بتاعتها على نفس الوضع اللي انا شغال بيه. ما انا كده كده شغال رغيف 1500 رغيف في اليوم، 1500 رغيف في اليوم لكل واحد. الكارت بتاعه ده مش انا بيجي لي المواطن، حضرتك جاي تشتري من عندي عيش بتديني بطاقة بتاعتك بدخلها بتسمع الكارت بتاع انا بقى اللي هو باسم صاحب المخبز وبرقم الكود بتاع المخبز، ما بيشتغلش اللي على المخبز ده فقط لغير الكروت اللي قبل كده كانت بتوزع. هيبيع 1500 رغيف بالسعر اللي تحدده الحكومة كده. لو في 30,000 مخبز كل واحد معاه كارت ب 1500 رغيف 45 مليون رغيف مش هتحس بأزمة خالص، بل بالعكس. ويتباع السعر ده هنديله دقيق مدعم ولا دقيق؟ لا دي المدعم اللي احنا شغالين منه بس السعر العالي. انا لما اجي اضرب انا حلواتي المنظومة بتاعتنا ماشية ازاي؟ النهاردة الدقيق اللي انا بشتغله النهاردة بينزل لي بكرة، شغلت 20 شكارة النهاردة بينزلوا لي بكرة 20 شكارة. مفيش مخلوق صاحب مخبز على مستوى جمهورية مصر العربية نقص منه حاجة. اذا ده بيدل ان عندنا تحت القمح موجود، عندنا الدقيق متوفر والشغل بتاعنا اللي احنا بنشتغله النهارده بينزل لنا تاني يوم، يبقى انا مش خايف من حاجه. لما اخد بقى شوال واحد شوال، ما هو ال 1500 دولار عباره عن شوال من الحصه اللي انت بتشغلها، يبقى انت كده بتساعد صاحب المخبز للاعباء اللي بتزيد عليه، ومش كل شويه قاعد اطلب وبتوفر للمواطن اللي عايزه، بتوفر المواطن اللي هو عايزه. يبقى ما تجيش ناحيه المخابز السياحيه ولا يبقى حضرتك وانت قاعد في القعده اللي جايه الاجتماع القادم بتطرح هذا الراي. انا فعلا هطرحه على معالي الوزير ولعل واسع. دعنا ننتظر. وبعدين موضوع الكروت زي ما حاج عطيه بيقول احنا داخلين زي على الديجيتاليزيشن، كله حاجه بالكارت دلوقتي، كل حاجه ارقام، كل حاجه لازم تبقى معروفه ومنظمه. ده حضرتك رغيف العيش اهم حاجه للمواطن، واحنا بلد بتستهلك عيش، اكبر بلد في المنطقه بتستخدم عيش، السلعه الاساسيه للمواطن على المائده، اكبر دوله مستورده في العالم للقمح. فهو موضوع العيش ده مهم جدا. طب مهندس متى حضرتك كنت عايز تتكلم عن الوعي الخاص بالمواطن. تمام. بس المواطن هيجي يقول لك انا مالي، انا معايا قرشين في جيبي، عايز انزل الاقي الحد الادنى من السلع موجود قدامي، اكل وشرب يعني. هنا محتاج منه وعي في ايه بقى؟ احتاج منه وعي في ايه؟ نفس الكلام برضو لازم كل مره هنقوله وهنفضل نقوله ان احنا لازم نخلي المواطن ما ينزلش يشتري حاجته كلها مره واحده، ما تنزلش. برضو من حوالي سنه سنتين نزلنا كلنا على السكر اشترينا سكر وفجاه السعر وصل لرقم خزعبلي كلنا كنا مستائين منه لانه كان متوفر. يعني انت عايز الشراء على قدر الاحتياج، مش على قدر يعني، برضو مش عايزها يحس كل يومين ثلاثه يجي له مثلا احساس ان احنا داخلين على مشكله في لا مفيش ازمه السلع متوفره لمده 5 شهور زي ما قال رئيس الوزراء كل السلع بالمناسبة. يا محمد بيه كل حاجه في الاسواق متوفره وما في وفي في فايض كبير جدا. احنا بنتكلم في نقطه عشان لازم المستهلك يساعدنا برضو على ضبط التسعير. احنا ما ننزلش نشتري حاجتنا كلنا مره واحده. اقول لحضرتك على حاجه، انا كنت اول امبارح في مول، فالمهم نزلت فلقيت لك الناس جايبه كميات على الفترول ربما عشان رمضان مهندس مهندس. عشان رمضان. طب ليه؟ طب ما هو حضرتك واخد مثلا كرتونتين صلصه وكرتونتين زيت، طب ما هتستخدم كلهم في نفس اليوم. ممكن مش خاطر رمضان بس، انت النهارده عارف ان الناس كلها بتطلع الزكاه بتاعها على رمضان فبيعملوا كده. وخلي بالك في شنط رمضان لا في شنط رمضان وشنط رمضان ففي يعني خلي بالك رمضان استثنى. وعلى فكره كل ده بيحصل والسلع متوفره بالظبط كده. احنا لكن حضرتك اقول لك على حاجه، ممكن حضرتك تروح مثلا اماكن معينه يقول لك لا ده ما فيش زيت. ليه؟ يقول لك لا زيت هيغير. الزيت موجود في كل حته. طب ما هو خلص عشان لما احنا قلنا استاذ عطيه كل السلع متوفره كله موجود وده حقيقه وفي اي حته موجود في اي مكان في مصر. اقول لك على حاجه، لو احنا عملنا موضوع ورشدنا وعي المواطن وارشدناه ان هو فعلا كل حاجه متوفره ينزل. مش عايز اقول لك زي اوروبا،
لا احنا بلدنا فيها خير وفيها خير كتير جدا. لا اوروبا فاضية. لا اوروبا فاضية جدا ده يا فندم. احنا عندنا الحمد لله يعني انا بتكلم تخش اي سايبر اي هايبر اي سلاسل حاجة مليانة. طب عشان بقى لي دقيقتين هاخد بس كلمة اخيرة من حضرتك في هذا الملف. العيش توجه ايه رسالة المواطن؟ انا هرجع للمهندس متى برضو وعي المواطن. المواطن ده مهم جدا جدا في المرحلة المقبلة, لان النهارده لازم يبقى المواطن حاسس بالامان وهو قاعد في البلد وحاسس وعارف ان كل السلع متوفره والدوله بتسعى جاهده ان هي توفر له كل شيء من اكله وشربه وملبسه والسلاسل والمعارض اللي بتتعمل دي كلها باسعار مخفضه ليه هو واسرته وللمجتمع عامه. يعني كلمه اخيره نشكر الحكومه على دايرتها لملف الاكل وملف الاسعار وملف الكورونا باحترافيه. مبادره كلنا اهل كلنا واحد ولا الرمال. مش بس في عايزين بس نوصل للمواطن ان هي مش سلع غذائيه بس, لا ده فيها ملابس وفيها كل حاجه وفيها كهرباء وفيها ادوات منزليه. اخرها هيخلص يوم 14 ابريل, ابتدت من يوم 14 مارس. الدنيا متوفره ما فيش قلق من حاجه. لو لقيت حاجه ب 10 جنيه إذا بقت ب 11 ب 12 اشتريها, ما لقيتها ب 30 ما تشتريهاش. وفي رقم ساخن بتاع مجلس الوزراء 19588, اي حد شايف ان في استغلال من التجار او في حد متجاوز يتكلم يعمل. كلمه اخيره محمد بيه اتفضل. انا من خلال برنامج حضرتك انا بوجه الشكر والتحيه والتقدير لرجال مباحث التموين على عموم جمهوريه مصر العربيه عن المجهود اللي هم بيبذلوه, وبوجه الشكر والتقدير اللي لمدير مديريه تموين القاهره اللواء عبد النعيم حامد على المجهود اللي بيبذله, مجهود جبار لانشاء المنافذ وتوفير السلع لهذه المنافذ طبقا للتعليمات اللي بيجيله. الحقيقه في مجهود جبار بتقوم بيه الوزاره. هو بدا يدير الدوله من اول بص اول رئيس الدوله ما بيهتم كل الاجهزه هو اللي حرك الدنيا دي كلها. كل التحيه لحضراتكم. في نهايه لقائي بشكر ضيوف الاعزاء استاذ عطيه حماد رئيس شعبه المخابز بغرفه القاهره التجاريه, شكرا لحضرتك. مهندس متى بشاي رئيس لجنه التموين والتجاره الداخليه بالاتحاد العام للغرفه التجاريه, شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا استاذ محمد. حلقتي انتهت معاكم, يا رب الخير ليكم. بكره حلقه جديده ان شاء الله من البصره. فندم سلام عليكم.